بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب مساق برمجة 2، السلام عليكم ورحمة الله. نكمل معكم في محاضرات أساسيات الجافا كلغة برمجة. إن شاء الله حنستخدم فيها هذا الفصل لمعرفة ومفهوم البرمجة الشيئية أو الكائنية. طبعا وقفنا المحاضرة الماضية عند اللي هو العمليات الرياضية في اللي هو في الجافا، وطبعا العمليات انه انا بقدر اعمل اللي هو عملية الجمع، عملية الطرح، عملية الضرب، عملية القسمة، باقي القسمة. كل هذه العمليات انا زي اي لغة برمجة اخرى ممكن أنا أعملها، فممكن أجمع أرقام، ممكن أطرح أرقام. عملية الضرب، فأنا عندي A زائد B، A ناقص B. إيش الـ A والـ B هذول؟ مين قلنا؟ أيوة، متغيرات من نوع ممكن يكون انتجر، ممكن يكون النوع فلوت طبعا. لكن في عملية القسمة بدي أتأكد إنه الـ B ما يكونش قيمتها صفر، ويكونوا المتغيرين من نفس النوع إذا في عملية الضرب والقسمة. طيب إيش هاي القسمة المودلس اللي هي باقي القسمة الصحيحة؟ مين ذكرنا باقي القسمة الصحيحة؟ ممتازين. يعني مثلا لو بدي أقول أنا 5 تقسيم 2 كم؟ مين يقولنا؟ ممتازين، 1. باقي القسمة الصحيحة 1، لأنه 5 على 2 كم؟ 2، وكم بزيد اللي هو 1. هذه بالنسبة للعمليات الحسابية. بالنسبة للعمليات المنطقية أيضا مرت علينا اللي هو نفس موضوع الجافا يا شباب، اللي هو أنا أستخدم هذه الأند في عملية. فمثلا دي أقول إيه معناها، إيش معناها؟ معناها X and Y. إيش الـ X and Y؟ الصواب فقط إذا إيش هذا؟ إذا كانوا نعم، إذا كانت الـ X ترو والواي ترو، هاي معنات الاند. طبعا الاور زي ما انتم زي ما كنا نكتبها ايضا في اللي هي في السي بلس بلس، اذا اي واحدة منهم ترو فبكون النتيجة ايش؟ ترو. خطأ فقط اذا كان كل منهما، متى الخطأ؟ اذا كانوا التنتين خطأ. طيب النفي اللي هو النوت، هاي اللي هي علامة التعجب هذه. لو انا مثلا قيمة هذه ترو، هذه نتيجة فولس، وإذا كانت فولس بتصير ترو هذه القيمة. نشوف مثال عندنا هنا للعمليات. طبعا اتفقنا انه الكلاس او البرنامج الجافا بيبدأ بكلمة كلاس، وحنشوف هذه الجملة فيما بعد او لا ايش هتستخدم. وقلنا في عندنا المين، طبعا في داخل المين ايش هذه؟ مين قلنا اول سطر ايش في هذا اول سطر؟ ايوة، عرف متغير من نوع انتجر وحط في قيمة 3، ومتغير آخر من نوع انتجر وحط في قيمة كم؟ 4. طيب وراح عرف متغير آخر من نوع انتجر سماه صم، وقال num1 زائد num2. الآن لو سألتك سؤال كم في صم، هتقول لي 3 زائد 4 يساوي 7. طيب بدنا نطبعها على الشاشة كيف؟ ايش قلنا هذه السيل من المحاضرة الماضية؟ ايوة، بتشبه السي اوت في وين؟ في السي بلس بلس. هنا في الجافا عنا اللي هي system.out.println، ومنقول system is هذا string وحطناه بين علامات تنصيص. طيب وليش الزائد هذه؟ عشان نجمع او نلصق، هذه لصق هان مش جمع، مش عملية جمع، هان لصق string القيمة هذه string في string. ايش نتيجة البرنامج هذه؟ sum is، هيها sum is 7 زي ما احنا شايفين عنا. وزي وهذا الكلام سهل، ممكن نطبقه في النت بين زي ما شفنا اللي هو المحاضرات الماضية. فالموضوع سهل جدا بالنسبة لنا. فممكن بدل ما احط هنا زائد احط ناقص، احط ضرب، احط قسمة، اي عملية ممكن هان اعملها على العمليات هذه. طبعا ما انساش انه اولويات العمليات. مين يذكرنا باولويات العمليات الرياضية يا شباب؟
أول واحدة مين؟ قلنا الأقواس، صح ولا لا؟ ننساش إنه لو أنا حطيت هنا مثلا، قلت مثلا على سبيل المثال حطيت زائد هنا نم مثلا، نم واحد مثلا، عرفت كمان نم واحد هان أو هو نفسه، ورحت حطيت هدول هيك في قوس، مين حيجمع أول؟ حيجمع هذا زائد هذا، بعدين يجمع هان. طيب بعدين عملية الضرب ومين والقسمة، الأولويات في العمليات، ننسى الكلام هذا. بعدين الزائد والطرح، بعدين هدول أهم إشي طبعا. إذا لقينا كل العمليات نفس العملية، من وين ببدأ؟ من الشمال لليمين، بمعنى هذه كلها زائد، من وين بنبدأ؟ كلها زي بعض. طب الضرب والقسمة أيضا من اليسار إلى اليمين، طبعا هذه نفس اللي أخذناها في السي بلس بلس، أيضا هنا عندنا في العمليات إنه أول إشي الأقواس، بعدين الضرب والقسمة، بعدين عندنا الجمع والطرح، وباقي العمليات الرياضية زي أي لغة تانية، نفسها بتشبه اللي مين يا شباب، اللي هو الجافا السي بلس بلس. طيب الآن قراءة البيانات من المستخدم، مين يذكرنا قراءة كيف كنا ندخل بيانات من المستخدم بالسي بلس بلس زي ما أخذنا في مقدمة في البرمجة؟ ايوه، كلش ايش كنا نعمل؟ سي ان، صح ولا لا؟ نعمل اكس سي ان ونقول له ادخل ايش اللي هو القيمه ونحطها المتغير. هنا عندنا بتختلف، مش فيش عندنا سي ان، هان عندنا في طريقتين، الطريقه اللي هي الاصعب اللي بنستخدم ما يعرف بالبفر ريدر، وهذا مش هناخدها، مش هتطرق لها، لكن في مثال اللي واحد حابب يشوفها هي موجوده هنا، لكن انا مش هشرح لك اياها لانه شويه صعبه عليك. هناخد الطريقه الاسهل واللي هي طريقه نستخدم كائن، نستخدم كلمه الان الموجوده في السيستم زي ما توي، وذلك نستخدم الفئه ايش، ونستخدم كلاس اسمها سكانر. طيب ايش المقصود في هذا الكلام؟ وبكره هنشوف هذا الكلام ونشوف المثال. طيب الآن يا شباب قبل ما نبدأ المثال بدنا نتذكر شغلة، لما كنا إحنا يا شباب حتى نستخدم موضوع السكانر هذا، إيش السكانر هذا؟ اللي هو إدخال البيانات في وين؟ في الجافا، تمام يا شباب؟ بدنا نستخدم هالوقت نعمل إدخال بيانات من خلال الحاسوب، مين ذكرنا إيش كنا نعمل؟ قلنا سي إن. طيب لو سألتك سؤال، وين السي ان هذه كانت موجودة؟ في أي ملف؟ مين يذكرنا؟ ممتاز. إيش كنت تعمل أنت؟ تروح هناك تحط هيك علامة اللي هي السلم وتقول انكلود، متذكرين انكلود اللي كنا نعمل انكلود ونحط ستريم دوت ايو، صح ولا لا؟ متذكرين الانكلود؟ الآن في الجافا أيضا في عنا، طب ايش هي بتعمل هذه انكلود؟ بتروح بتجيب لك المكتبة وبترفقها حتى انت تستخدمها. طيب كيف انا بدي استخدم هالوقت السكانر هذا اللي انا من خلاله بدي اعمل عملية ادخال في الجافا؟ بدي بدل ما اقول انكلود بدي اقول امبورت في الجافا، ايش بدي اقول؟ امبورت، هاي الكلمة هذه امبورت، ايش بدي اروح اقول له؟ امبورت اي مكتبة، احنا كنا نقول هناك اي ستريم ومش عارف ايش، انا لا، بدنا نقول له جافا دوت يو تي ال دوت سكانر دوت ايش سكانر، فهذه المكتبة اللي موجود فيها اللي زي السي ان هناك، ده هنا اسمه سكانر عندنا اللي اسمه ايش سكانر. طيب الان كيف بدي استخدم هيها؟ اول ما باجي في عندي كلاس، هاي الكلاس وهي الانبوت، هاي اسمها، قبل ما امسك فوق الكلاس هان في التعريف بدي اقول له import java util dot is utilities، يعني اللي هي الادوات dot scanner، فانا هالوقت هيك زي ما كنت اعمل include، هنا ايش بعمل؟ import، تمام يا شباب؟ هاي ايش بقول لك؟ to import لحتى اجلب، حتى اجلب ايش اللي هو مين يقولنا الكلاس اللي اسمها سكانر، تمام؟ طيب
منيجي للمين، هذي عارفين هالمين. اول اشي حتى انا استخدم او يعني اقول له بدي انا اخذ من اليوزر، بدي اروح اعرف متغير، هاي المتغير هذا ايش اسمه؟ ان، من نوع ايش يا شباب؟ ها من نوع سكانر، والسكانر هذه عبارة عن كلاس موجودة في داخل الجافا وجاهزة. طيب هنتعرف بكرة ايش معنات ايش الكلاسات. طيب بتساوي نيو، ها بدي اقول له انا بدي سكانر جديدة، بدي واحد جديد استخدمه، ايش اسمه؟ نفس الاسم اللي هان بدي احطه هان، بدي اقول له سكانر وافتح قوس سيستم دوت ان وسكر القوس. ايش السطر هذا بيعمل؟ هذا السطر بيعرف متغير من نوع سكانر عشان انا اصير اقدر اطلب من المستخدم يدخل بيانات. طيب نيجي هنا السطر الثاني، ايش بدي اعمل؟ ايش كنا نعمل هناك الاول قبل ما نعمل السي ان؟ مين يذكرنا؟ نقول له سي اوت، لو سمحت ادخل الرقم، متذكرين؟ متذكرين. طيب هنا نفس الموضوع، بنقول له system.out.print enter number، وهي enter number، وبعد هيك بقول له روح عرف متغير من نوع انتجر. لايش طب هذا المتغير من نوع انتجر؟ مين يتذكرنا؟ بدي احط فيه القيمة اللي بدي اخدها من الشاشة، صح ولا لا؟ طب ممتاز. الوقت بروح بقول له الاي ان، هذه الاي ان المتغير الاي ان، في بحط له نقطة وبقول له next int. ايش هذا بيعمل؟ الان يا شباب السكانر هذه عبارة عن كلاس في داخلها دوال، كلاس في داخلها دوال. احنا هاي الكلاس تاعتنا ايش الدالة اللي فيها؟ المين. في عندي انا كلاس اسمها سكانر، وبكرة حنشوف كيف نبني الكلاس. الان لما بدي اصل لاي عنصر في داخل الكلاس هذه بحط نقطة وبيطلعوا عندي اللي هم جميع ال عفوا جميع اللي هو الفانكشن والدوال والمتغيرات اللي موجودة في داخل مين؟ هذا المتغير. فنقطة هان بيجينا مين؟ النكست انت. طيب ممتاز. بعد هيك بدي اقول له اطبع القيمة اللي اخذتها من وين؟ من الشاشة، وحطها وين؟ على الشاشة اللي موجودة عندنا. ايش رايكم نطبق هذا عمليا بحيث انها توضح اكثر؟ طيب نطبقها. يلا ايش نعمل الان؟ اول شيء بدنا نفتح النت بينز، خلينا نروح ونفتح النت بينز. نفتح النت بينز عندنا هان، نكتب اللي هو نت بينز، هاي النت بينز شغلناه تمام. الان حتى يفتح النت بينز بدنا ايش؟ ان نحط نفتح اللي هو مشروع جديد تمام. طيب ماشي، نصبر عليه بس شوية لانه شوية هذا البرنامج بيفتح تمام. نروح نعمل مشروع جديد ونسميه ايش؟ ناخد جافا وجافا ابلكيشن، نعمل نيكست. ايش نسميه هنا؟ بدنا نسميه انبوت، يعني الادخال من المستخدم، انبوت داتا، داتا. طبعا هنا ايش اسم المين كلاس؟ هاي ايش عنده هو بده يسميها؟ انبوت. فنسميها انبوت ايضا احنا زي ما هو مسميها، ايش اسمها؟ انبوت. طبعا بسيب هذا اللي قبل لانه هو نفس مين؟ هذا بدللنا على اسم المجلد. طبعا اتاكد انه هنا في عندي اسم، هذا ايش بسموه يا شباب عشان من اول هنفهم؟ هذا اللي بيسبق اسم الكلاس اسم بسموه اسم الباكج او المجلد اللي بيكون في داخله مين؟ هذه الكلاس تمام. او ها طيب نعمل فينش الان. ايش راح اعمل لي هالوقت لو شوفوا هاي مجلد اسمه input data وفي داخله كلاس اسمها ايش؟ input. يا شباب بدي اركز واتاكد انه لما اجي اتاكد الاسم اللي هان هو نفسه هان، بنفعش يكون مش نفس الاسم تمام. ودائما احاول احط اسماء الها معنى، اسماء الها معنى. لاحظوا هان فوق
قال لي الباكج بيساوي مين؟ الانبوت داتا، يعني الكلاس هذه وين حتكون موجوده؟ في داخل المجلد. الباكج يعني اللي هو المجلد. ماشي يا شباب. طبعا هن في كومنت كثيره، تعليقات ممكن انا اقيمها على الذكاء، لقيتها مزعجه الي بديش اياها. فممكن مثلا على سبيل المثال بيجي بقول لك اللي عمل هذا الاوثر مين؟ باسم الجهاز الموجود عندك. اذا انت حابب بكره في الكود تكتب انه هذا شغلك، فبتكون بتحط هنا مين؟ مثلا اسمك، كان بتقول الاوثر تبع انا مين؟ مثلا رائد او كذا، او اي واحد فيكو بحط الاسم فوق. هنا عندنا ما ايش، مش لازمنا هدول الكومنت اللي هان، بنقيمهم عشان نريح حالنا. طيب انا ايش بدي اعمل الان؟ الان بدي اطلب قيمه من المستخدم اخذها منه، وايش اعمل فيها يا شباب؟ واطبعها على الشاشه. قلنا احنا هناك في السي بلس بلس ايش كنا نستخدم؟ كنا نستخدم السي ايش؟ ان، صح ولا لا؟ ونروح اول شيء ايش كنا نعمل؟ انكلود، صح ولا لا؟ هنا فيش عندنا انكلود. هان بدي اروح اجيب اللي هي استخدم كلمه امبورت، ها امبورت، كلمه ايش؟ امبورت، تمام. كلمه امبورت لمين بدي اعمل امبورت؟ بدي اروح اقول له جافا نقطه، طبعا بدي اتاكد هل الجافا سمول ولا كابيتال. حتكون اذا سمول، اذا هذه الكلمه خطا، اذا بقول ايش؟ جافا نقطة. ها ايش لاحظت لما حطينا نقطة؟ جاب لي كل الموجود في داخل الكلاس اللي اسمها جافا. ايش بدنا ناخذ منها؟ هاي اليوتيليتيز، تمام. لو لاحظ اول ما حطيت نقطة ايضا جاب لي اللي داخل مين؟ اليوتيليتيز، يعني زي ما تقول مجلدات داخل بعضها. ايش حاخذ انا منها؟ السكانر، ايوه هاي السكانر، ممتازين جدا. وبحط ايش؟ اللي هو فاصلة منقوطة. بقول لي انت عملت امبورت لكن ما استخدمتهاش، هي جاب لي العلامة الصفراء. بقول له لسه انا جايك في الطريق. اذا الان طيب اول اشي ايش اتفقنا بدنا نعمل هنا؟ بدي اروح في داخل المين اعرف متغير ايش اسمه؟ ان من نوع مين؟ سكانر. فبدي اقول هنا هيو، بدي اقول سكانر. شباب مش معناته سكانر هنا السكانر اللي احنا بنعرفه، لا سكانر يعني هنا كلاس بدنا ناخد نستخدمها بحيث انها هي الطريقة في عملية ادخال من المستخدم. طبعا احنا ان شاء الله في البداية في الفصل هناخد واجهات الرسومية، وكيف احنا ناخد في الواجهات الرسومية هتكون اسهل من الموضوع هذا. فاسكانر ايش بيساوي الان المتغير هذا؟ نيو، لازم اقول ايش يعني نيو؟ يعني متغير جديد من نوع اسكانر، تمام يا شباب. ايش في ده؟ وبحط هان قوسين، لاحظ هذه اللي هان لازم تكون نفس اللي هان، لا في مشكله فيها بمحى السي، اذا هذه حتكون نفس هذه. طيب بين قوسين ايش بدي اقول له هنا؟ بدي اقول له سيستم دوت ان، يعني بدي ادخل قيمه سيستم، لازم تكون السيستم دوت ان، تمام. وهاي فاصله منقوطه. اذا الان ايش عرفت؟ عرفت متغير من نوع سكانر اسمه ان، يعني انبوت. طيب كيف بدي اخليه يعني استخدمه؟ لازم اقول له نيو، يعني اعمل لي نيو ان وحطه وين؟ في المتغير اللي من نوع سكانر هذا. طيب ماشي. الان عشان انا اقول للمستخدم ادخل القيمه ايش بدنا نعمل؟ يلا بدنا نقول له لو سمحت ادخل القيمه هذه. كيف بدنا نعمل الكلام هذا؟ طبعا احنا الان بدنا نقول له يا شباب سيستم دوت اوت دوت ايش؟ ايوه ذكرونا من المحاضره اللي فاتت، ايوه برنت لاين، صح ولا لا؟ برنت لاين. الان اي واحده من هذه البرنت لاين بدي اخذ السترنج، هيا شايفينها بدي اخذها. طيب ايش بدي اقول له هنا؟ انتر نمبر، ادخل رقم اللي بدك اياه. طيب الان هذه حتطلع على الشاشه ويقول لك ادخل نمبر. طيب الان كيف بدك تستقبل القيمه اللي بده ياخذها اللي بدك تدخلها؟ مين قلنا؟
ايوه بقدر اعرف متغير من نوع انتجر. هذا المتغير مثلا ايش هو مسميه؟ هنا بالمثال عندنا مسميه ام. انت ممكن تعرف اي متغير، ما احنا بنعرف انه اي متغير ممكن نعرفه. ايش بيساوي هذا يا شباب؟ بيساوي الان، الدال اللي هاي المتغير من نوع ان، نقطة نيكست انتجر. ايش يعني نيكست انتجر؟ يعني هات لي الرقم، استقبل رقم. لاحظ انا ايش في عندي كمان هنا؟ نيكست شورت، نيكست كمان في عندي بايت، في عندي اما نيكست سترينج، اي واحد بدك اياه ممكن تستخدمه، لكن انا هالوقت ايش بدي اخذ؟ نيكست انت، يعني اكس ايش؟ انتجر. وهاي فاصلة منقوطة. طيب بعد ذلك بدي اقول له اطبع ايش القيمة اللي موجودة وين؟ في داخل اللي هو الام. طبعا ايش بدي اروح اكتب هالوقت؟ سيستم، كمان مرة سيستم، سيستم دوت اوت دوت ايش يا شباب؟ دوت برنت لاين، صح ولا لا؟ برنت لاين، هاي برنت لاين. وايش اقول له؟ سترينج. ايش بدي احط هنا القيمة؟ الام، صح ولا لا؟ اللي بدي اطبعها. اذا وقبلها عشان هيك تكون رسالة واضحة للمستخدم بدي اقول له ذا نمبر، هيك بدي احط له ايضا نص واحط يور، اقول له يور يعني نمبر از، واحط ايش هنا بيساوي، واحط هنا الزائد بعد هذا النص. ليش هذا النص؟ قلنا عشان نجمع نصين او نشبك نصين في بعض مش جمع، تمام؟ طيب هذا ممتاز جدا. الان نعمل ران ونشوف ايش النتيجة اللي تطلع عنا، تمام يا شباب؟ تمام. نيجي الوقت هاي نعمل ران، هاي عملنا ران اللي هو تنفيذ. ايش قال لي؟ انتر نمبر، بدي احط هاي 100 او 10، هاي 100. لما اعمل انتر ايش حيجي؟ يقول لي يور نمبر از 100. فهيك عملية الادخال في الجافا من خلال اعرف متغير من نوع سكانر واقول له نيو هذا من نوع سكانر، وبعدين اخذ القيمة من خلال استخدم الدالة اللي اسمها نيكست انت او اللي هي او القيمة حسب ايش انا بدي. طيب عن هم بس للذكر عشان يسهل عليكم، بدل ما نضلنا نكتب system.out.print، لو انت كتبت SOUT هذه الكلمة، شايفين كيف يا شباب؟ وعملت وضغطت على المفتاح التاب، لاحظوا اول ما اعمل مفتاح التاب ايش بيعمل؟ بروح بكتب لي الكلمة هذه كلها كاملة، واضح؟ اذا بدكاش انت تغلب حالك كل مرة، فحط هيك اللي هي SOUT واعمل تاب، اللي هو التاب هذا اللي فوق عندنا جنب الكيو، وبيجي بكمل لي هذا الجملة. طبعا هذه مش لازمانة، بس انا عشان اقول لك ايش تعمل بالايش بالSOUT، تمام يا شباب؟ هيك بنكون طبقنا المثال هذا وعرفنا كيف نعمل عملية انبوت من خلال اللي هو متغير من نوع السكانر. هذا هو المثال. طبعا ايش بقول لك هنا؟ اذا انت بدك تطلع مثلا نستخدم، اذا انت لو بدك تعمل ادخال لقيمه من نوع تشار، ايش نستخدم؟ النكست تشار. تو احنا استخدمنا النكست مين يا شباب هنا؟ ايوه النكست انت. طيب لو بدنا نستخدم النكست سترينج للسلاسل، لو بدنا نعمل للسلاسل، هذا كله يا شباب سهل بسيط، بنطبقه وبنشوف كيف احنا ممكن يعني مع الأمثلة تظهر عنا. طيب هذا بخصوص كيف عملية الإدخال بالجافا. طبعا يا شباب الأمر بسيط، بنطبقه وبنشوف كيف احنا يعني من إذا في أي مشكلة إن شاء الله في محاضرة الوجاهي أو المتزامن حنشوف ايش المشاكل اللي بتظهر عندكم. الان عمليات المقارنة ايضا زي اي لغة اخرى، في عندي اكبر من، اكبر او يساوي، اصغر من، اصغر او يساوي،
عملية المساواة، عملية الغير مساواة، هذه كلها أيضا مرت علينا كيف إحنا نعمل العمليات هذه. نيجي أيضا لجمل جمل الشرط الآن. أي جمل الشرط؟ اللي هي الإف، زي ما كنا نشوف وين يا شباب بالجافا. إيش مين يذكرنا إيش الإف هذه بتعمل؟ أيوة ممتاز، عملية الشرط أو الكونديشن. كيف التركيبة إلها؟ أيوة إيش اللي كنا نعمل هناك في السي بلس بلس؟ إف ونفتح قوس والشرط هذا، هذا إيش هو هذا؟ الشرط، تمام. وإيش كنا نعمل هنا؟ وبعد نفتح قوسين ونحط هنا الجمل البرمجية اللي بدنا إحنا مين نكتبها. طيب نيجي ونشوف مثال الآن على اللي هو الشرط، ركز معايا واللي هو حتى نفهم هذا الكلام. الآن إحنا في عنا أول إشي، لاحظ إيش في عندي هنا. أنا لاحظ في عندي import.java.utility.نجمة. إيش اللي بيختلف هذا عن اللي أول إشي؟ إيش بده يعمل import أول إشي؟ مين يقولنا؟ أيوة بده يجيب اللي هي library أو المكتبة أو الكلاس اللي اسمها مين؟ جافا يوتيليتي، تمام؟ طيب الآن هذا البرنامج، هي في عندي كلاس وهي اسمها if statement، ممتاز. هذا السطر شفناه كتير، المين وهي بدايته وهي وين وهي نهايته، صح ولا لا؟ هذه نهاية مين؟ هذه نهاية المين، هذه نهاية مين؟ المين. وهذه نهاية مين؟ الكلاس. هاي بداية الكلاس وهي نهاية مين؟ الكلاس. طيب الآن في داخل المين أول إشي بدي أنا مثال. إيش المثال هذا يا شباب؟ بدي أروح أشوف إذا كان الطالب ناجح في المادة ولا مش ناجح. كيف بدنا إحنا كإيش درجة النجاح عندنا إحنا في الكلية؟ أيوة 50 درجة. فأنا أول إشي بدي أروح أستأخذ وأقول لا اللي هو المستخدم أدخل القيمة هيو. بإيش إحنا استخدمناها توي؟ أي ممتازين بالسكانر، صح ولا لا؟ طيب ممتاز. أول إشي بعرف متغير من نوع انتجر، هذا لإيش؟ عشان أحط فيه قيمة مين؟ الدرجة. طيب عرفنا متغير اسمه ديجري. طيب الآن بدي أروح أعرف عشان أدخل بيانات تو إيش سميناه هناك؟ إن. هنا تسميه إنبوت، ما فيش، إحنا بنعرف المتغيرات نسميها إن، نسميها إنبوت، نسميها أي إن. هذا متغير اللي بدي اياه بسميه. انا هنا غيرت سماه انبوت، بدك تسميه انبوت سميه من نوع مين؟ سكانر. وهي عمل نيو سكانر زي ما تو عملنا، وفتحنا قوسين وسميناهم مين؟ سيستم دوت ان، ممتاز. بعد هيك ايش قلنا بدنا نعمل؟ بدنا نروح القيمه اللي اخذناها من الشاشه نحطها وين؟ في المتغير. فهان كيف قلنا توي؟ هذا المتغير اسمه انبوت هيو، وحطينا نقطة فيش وجبنا الدالة اللي اسمها مين يا شباب؟ النكست انت. طبعا هذا ايش هي الجملة؟ طباعة على الشاشة انه ايش؟ ادخل لو سمحت القيمة. الآن القيمة هالوقت اللي انت ادخلتها وين صارت موجودة؟ ايوه صارت في الديجري. الآن في الديجري بدي اجي افحص ايش الشرط؟ اف وافتح قوس الديجري أكبر أو يساوي 50. إذا كانت أكبر أو يساوي 50 إيش بدي أعمل هنا؟ بدي أكتب له على الشاشة إيش؟ باس، يعني ناجح على الشاشة إيش؟ ناجح. طيب وإذا عدا ذلك إيش حيجي؟ مش حيطبع لك ولا إشي على الشاشة. طيب نطبق هذا على المثال تو عملناه، ما هو مشابه جدا إله، ونشوف إيش اللي حيطلع معانا. ايش الاختلاف احنا البسيط اللي موجود عندنا هنا؟ احنا بدل الموضوع بدل الديجري احنا مسميه ام، صح ولا لا؟ فمنقدرش نيجي هنا قبل الموضوع هذا اللي هو اللي هو الانبوت هذا، ممكن هنا نجمده. وايش نيجي نعمل هذا بدل الطباعه هذه؟ نيجي نفحص نقول اف اذا كانت الام اللي احنا ادخلناها اكبر او يساوي ال 50 ايش اعمل؟ اول شيء نفتح قوسين هنا وقوس لمين؟ للاف، ونسكرهم، ها تمام. هاي سكرنا للاف، ونيجي نكتب في داخل الاف.
بنقول له إذا أكبر أو يساوي الخمسين إيش بدنا نقول له؟ سيستم دوت أوت. تو قلت لك الاختصار SOUT عشان ما تتخربطش، وتاب دغري بكتب لك إياه. طبعا إيش بدي أطبع؟ بدي أقول له ناجح، بدي أكتب بالعربي ناجح، بدي أكتب ناجح، بديش أكتب باست زي ما هو كاتب لي هناك بيست، تمام؟ أو بدي أكتب بيست زي ما هو كاتب هنا زي، مش مشكلة. المهم هيني كتبت. الآن بدي أجي وأعمل رن وأفرجيك إيش بده يصير عندي. الآن بقول لك أدخل رقم، بدي أقول له هنا 50 أو نقول له هنا 77، إنتر، إيش بقول لك؟ ناجح، تمام؟ طيب إعمل كمان مرة رن وقول له هنا 40، إيش حتعمل؟ مش حيطبع لك ولا إشي لأنه ما تحققش عندنا إيش؟ الشرط اللي موجود عندي. طيب ممتاز جدا. إذا القيمة كانت فوق ال 80 هي حاطط هو 89، فايش حيقول له؟ باست. طيب شفنا كذلك الاف إلس، صح ولا لا؟ عارفين الاف إلس؟ إيش المقصود بالاف إلس؟ الاف إلس زي ما احنا تو في المثال، إذا كان عندي اللي هو الشرط ما تحققش في الأول، بروح لمين؟ لا الإلس، وبطبع الرسالة. طبعا هذا الكلام احنا عارفينه اذا الشرط. طيب نيجي ونشوف المثال هذا ايش بقول لك. عندما تكون قيمة الشرط هذا الكونديشن صوابا، يتم تنفيذ مين؟ الجملة هذه. طب وتجاهل مين؟ الإلس. طيب وعندما يكون الشرط خطأ، ايش حيروح ينفذ؟ الإلس، ونفذ ستيتمنت مين؟ الثاني. أكثر من أمر واحد في حال قيمة الشرط خطأ، يتوضع الأوامر بين إيش؟ أقواس. أقواس إذا كنا في أكثر من شرط. نشوف هنا في المثال تو عملناه، تو قلنا إذا كان ناجح، طب إذا الإلس عدا ذلك إيش حنقول له؟ فيل أو راسب. كيف نطبق هذا الكلام عندنا؟ هيو نيجي هنا، مش هاي القوسين هدول؟ هيو قبل ما أحط قوسين انا للاف ممكن اقيم هذا القوسين اللي انا عملتهم، هذول الاثنين مش لازمين لي لانه احنا ايش اتفقنا؟ اذا كان جمله واحده موجوده للاف، تتذكروا هذا الكلام ولا لا؟ فانا مش بحاجه للقوسين، لكن لو حطيتهم مش حيش مش حيضره. لكن انا هنا عشان في إلس بدي اقيمهم، وبدي اقول له هنا إلس عدا ذلك ايش؟ اذا كانش إلس ايش يعمل هنا؟ ايضا SOUT، وتاب ايش روح يعمل هنا؟ اكتب راسب او فيل حسب ايش بدك تكتب، انجليزي ولا عربي. نيجي ونطبق هذا الكلام، ران ايش يعمل؟ ادخل هاي 90 ايش حيجيني؟ ناجح. اعمل ران كمان مرة وحط 40 ايش حيجيك؟ راسب. وضحت الفكرة؟ اكيد مر علينا الاف إلس ومش صعبة. أول شيء بفحص الشرط الأول، لقاه تحقق بيجي بيش بنفذ الجملة اللي فيها وبتجاهل هذا. طب ما تحققش بروح للإلس وبنفذ الجملة هذه اللي موجودة عندنا، تمام؟ فهان بقول لك لو حطيت أنت 78 إيش حيجيك؟ ناجح. إذا حطيت 47 إيش حيجيك؟ راسب، زي ما شفنا وطبقنا معاك. طيب الآن إحنا إيش في عنا هنا مثال؟ في مثال برنامج يحدد إذا كان العدد يقبل القسمة على 6 أو ما يقبلش. لو سألتك سؤال إيش هو لو قلت لك إيش العدد اللي يقبل على القسمة؟ العدد اللي بده يقبل على قسمة إذا كان اللي إحنا إيش الشرط؟ هيو طلع عندي الشرط هذا، خلينا نشرحه وننهي المحاضرة هذه. اول شيء هذا السكانر، انه انا ادخل الرقم واقول له ادخل. الان كيف بدي افحص اذا كان هو يقبل القسمة على 6 ولا لا؟ يا شباب عندك شرطين، اذا انا قلت له باقي القسمة يساوي 0 اذا كان على 2 او على ايش؟ اند على 3. اذا كان بيقبل القسمة على القسمة اللي هي القسمة الصحيحة خارج القسمة الصحيحة، هيها علامة اللي هي البيرسنت، وخارج القسمة الصحيحة على 3. إذا كانت التنتين هدول أند، لاحظ أند، لاحظ لما أنا بدي أحط شرط يا شباب إيش بحط هنا؟ بحط أقواس. فأنا أول شرط الأولاني هيو
حطيته بين قوسين، هاي القوس الأول وهاي قوسه. طيب وبعدين حطيت الأند وفتحت قوس لمين؟ للتاني. بعدين فتحطيت قوسين للكل الشرط الكلي وايش وحطيته. طبعا الأقواس هذه بتعدها أنت قديش في عندك أقواس وبتعملها. طيب الآن إذا تحقق الشرط هذا إيش بقول لك؟ آه والله الرقم بيقسم على 6، إلس إيش حيعمل هان؟ لا يقبل على 6. كل الفكرة هنا إنه أنت كيف تكتب الشرط. الشرط إذا كان مركب من شرطين فهي أنت بتحط الشرط وبتحط إيش يا شباب؟ الأقواس، بتسكرهم، بعدين بتحط آند، وبعدين بتحط الأقواس وبتسكرهم زي ما احنا شايفين عنا. وبالتالي لو حطيت 24 بيقبل القسمة ولا لا؟ The number is desirable على ايش؟ الستة، بيقبل القسمة على 6. تمام؟ لو حطيت 56 بيقبلش على 6 هذا. ويمكن التعبير عن if else بايش يا شباب؟ ايش ممكن التعبير عن if else؟ تتذكروا هذا الاف الصورة هذه في السي بلس بلس ولا مش متذكرينها؟ متذكرينها لما كنا نعمل الاختصار لهذا الكلام في السي بلس بلس. طبعا هذا المثال بسيط، هي مطبق هذا الشرط وما فيش فيه صعوبة عندنا بخصوص الاف إلس. نقف عندنا هنا لعند عبارة السويتش ونكمل إن شاء الله المحاضرة الجاية في اللي هو في السويتش وفي جمل الشرط. يعطيكم العافية.